ماشي ديما في الزواج يبدا ما تتفقوش طرفين المرأة كتطلب تلاقاها وتزيد في حالها، لانه كاينين في بعض العلاقات غادي يخصنا باش اننا نضحيو بزاف واخا نكتشفوا شي حوايج اللي هما تيهينوا كرامتنا، خصوصا اذا كنا عارفين بلي انه ما عندنا لا ولي ولا تالي. وهاد التضحيه كدار فقط فاش يكونوا عندنا وليدات. رابعه غادي تشاركنا الحكايه ديالها واللي فيها هاد المره انا ما غاديش نسمي هاد الانسانه بلي انها مدلوله، ولكن غادي نسميها بلي انها بطله وصبوره، وانا متاكده بلي انه غادي يجي واحد النهار اللي ربي غادي يعوضها. حكايه فعلا للعبره، ما تمشيو فين وبقاو معايا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه. اذا كنتي جديد على القناه نقولك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار داك كيف العاده. غير هو بالنسبه للناس اللي سيطلبوا كيفاش يتواصلوا معايا باش يعاودوا الحكايه ديالهم، بسيطه اذا كيبان لك بلي انه الحكايه ديالك الخاصه فيها عبره للمستمع وغادي يستفد منها، والسن ديالك اكثر من 20 سنه، غادي نخلي لك في اول تعليق لتحت الواتساب ديالي باش انك تراسلني فيه ذكر او انثى، والقصه ديالك هو اللي غادي نسمعها ونتاكد بلي انها تستحق المشاركه وفيها استفاده للمستمع. غير هو اذا مشيت حطيتها في القناه ما يمكنش ليا انني نمسحها من بعد، هذا هو الشرط الوحيد. فخليني نقول لكم ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا ربيعه، كبرت وسط واحد الدار اللي هي عامره بالناس، وهاد الناس هم العائله ديالي. حنا كنا ساكنين عند عمي، مع العلم بلي انه ديك الدار راه ديال جدي، ولكن لما توفى غادي يكتبها في سميه ولده، وفاش جاوا باش انهم يفرقوا الورث عمي رفض لانه كيقول بلي انه ديالو. ديك الدار فيها عمي اللي هو مولاها، وفيها عمتي اللي هي مطلقه، وبنت عمتي الام ديالها توفات وتربيها عمي. كل واحد شاد بيت، بيت بابا وماما كنا كنعسو معاهم فيه حتى كبرنا. كانت كتفرش لنا ماما في الارض، وكان بيت الخزين ديال الام ديالي هو متحت الناموسيه. كانت كتخبي الماعن الصبابط اي حاجه تجيكم في بالكم. داك البيت كان عامر، منين تنمشي للمدرسه وتنرجع كتبان ليا ماما بلي انها مازال باقا غير في الكوزينه منين كنخليها في الصباح. ديك الدار عامره بزاف، مع العين بلي انه باقي تيجيو عماماتي وحد اخرين ولاد عماتي ولاد العائله، وديما تيكون ما بيناتهم الصداع والمشاكل، ديما مضاربين وغير بيناتهم. هذا قال وهذا دار، وكيبداو كيخوضوا ما بيناتهم، وماما كاع دوك الضغوطات والاعصاب اللي كانت كتمارس عليها كانت كتجي تعايرني وتدعي عليا، وانا مازال انا كنت باقا صغيره. اذا درت شي حاجه واذا كنت كنمشي في المراح كتجي كتقول ليا سيري بشويه راكي كدردكي، ببساطه حيتاش عمي اللي هو مول ديك الدار نعس. هاد عمي اللي كان ساكن تحت منا وشاد بيت واحد اخر اللي فوق منا، كان كيهبط منه شبه عاري وتيبقى كيغوت وهضرب شويه وما دردكوش. ماما مسكينه بديك الضغوطات كانت كتبرد غديدها فيا انا، حيتاش كنت انا هي الكبيره عندها ما بين خواتاتي الاخرات. عمي كان كل شهر كيهددنا، هاد الشهر هو اخر شهر وغادي تخرجوا عليا، هزوا حوايجكم وسيروا في حالكم. تيمشي عند ماما الكوزينه ويقول ليها اخر اجل هو هاد الشهر، خاصكم تخرجوا من هاد الدار. وحنا كنبقاو كنسمعوا ديك الهضره. انا باقا مازال كنعقل، منين كنت كنمشي للمدرسه كنت كنعاود لكاع صحاباتي راه عمي غادي يجري علينا، كنت كنحس بالضياع وبالتشتت. ملي ماما كانت كتمارس عليا دوك الضغوطات وتقول لي الله يعطيك الويل الله يعطيك الغمه، كتبدا كتوقف حدا الشرجم وكتقول لي انا غادي نتلاح. كانت كتهددني اذا ما سكتيش، وتشد الموس وتقول لي انا غادي نخشيه في قلبي اذا بقيتي مازال كديري بحال هكا. وانا بالعكس ما كنت كندير حتى شي حاجه، كنت مقموعة، ما تلعبيش على خاطرك، ما ديري حتى شي حاجه على خاطرك. والاب ديالي ما عندوش شخصيه قويه وسط هادشي كله باش زعما انه يحميها، فهي كانت مسكينه كتبرد فينا خديتها. وانا غادي تنكبر بحال هكا، والايام كدوز، تنمشي للمدرسه وكنجي وكنجيب نقاط مزيانه حيت كان تيعجبني باش انا نحفظ. وللاسف فاش تينعس كلشي ما كنلقاش فين نكمل حفظتي، كنمشي كنتخشى في الكوزينه وتندير كريسي. اما واحد عمي كيحط رجلي فوق من السداري بصباطو ويدير القناه نتاع وناسه ويبدا كيتفرج، وانا حداه كنت بعد مرات تنجلس كنحفظ ولا كنكتب. اذا سمع صوتي تيبدا تيقول لي وحفظي خاطرك هيته. انا كنت باغا نقرا، باغا نكمل ونولي محاميه، حيتاش كنشوف ضغوطات اللي كدوز على ماما وكيفاش كيحرشوا بابا عليها وكيحرشوا جداتي اللي كانت تحقرها. كانت واحد عمتي عندها بنتها
اللي كانت كتجيبها لعندنا باش انها تبات، وكانت كتقول لنا حقا راه كتسخر لعمي اللي هو خوها خو عمتي. وهاد بنت عمتي كانت خارجه للطريق، كانت كتهضر مع الدراري في التليفون، وحنا خواتاتي كنا باقيين صغار، كنا كنتاثروا بداك الشيء اللي كانت كدير. فتبقى كنقول علاش انا ما نديرش بحالها. مع الوقت وليت انا ندير بحالها، غادي وليت انا كنهضر مع الدراري ونخرج مع هذا ونعطي المرسي لهذا. دازت الايام وكانت عندي العزيمه باش انني نقرا، لكن ما بقيتش قاد حيت الظروف ما موفراش ليا، وجاني الحال على الزواج. عمي كان كاري واحد الدار في التروازيام لواحد السيده اللي كانت مغطيه وجهها من منتقبات، شافتني وقالت لماما راه بغينا بنتك لولدنا اللي هي في الاصل الخاله نتاع هاد السيد اللي بغات تزوجني به. ما قلتش لا، انا ذا كانت عندي 17 سنه وكنت سقطت لمده عامين، لانه كما كنلقاش فين نقرا ولا فين نحفظ، وماما مسكينه ما كانتش قاريه، كانت باقا نعقل، كانت عندها واحد الرزيمه ديال قواعد اللي لحد الان مازال باقا في عيني، وكدير فيها الفلوس غير الدراهم باش دير لي بها السوايع. بقى فيا الحال حيت ما كملتش قرايتي، لكن كان بزاز مني، الظروف ما ساعدتنيش. غادي تسولني الام ديالي واش تزوجي، انا حضرت عيني وسكت. كان عند بالي باللي انه غادي تعتق من ديك البلاصه ولا من ديك الدار ولا من داك المحيط اللي انا عايشه وسط منه. فاش تحولنا من ديك البيت مع ماما وبابا، مشينا انا ذاك حدا عمتي وجداتي، وكان كل واحد شاد سداري الا خواتاتي. دوز صراحه من واحد الطفوله اللي كانت صعيبه بزاف. الاب ديالي الله يعفو عليه والله يسمح ليه كان ديما كيشرب بسبب ديك الفقصه والاعصاب ديال عمي اللي كان يقول لي خرج عليا. فبابا كان تيدخل عزاكم الله سكران وكيجيب ميكات عامرين بياغورت والحليب والكيكه، وكاع اللي في الدار كانوا ياكلوا منها. بابا ما كانش جامع راسو، بمعنى اصح ما كانش يجمع الفلوس. في الويكاند كان كيجيب الكيلوات ديال اللحم والحوت والخضره وكاع الفواكه، وكل شيء ياكل في ديك الدار بحال شي زاويه. عمي ما كانش كيسير، لانه كان تيقول لبابا فانا ما غاديش نسير وغادي ناكل فابور. كنت كنتفقس وكنبكي وتنقول علاش داير بحال هكا. المهم خلينا من هاد الهضره، جا داك السيد اللي بغى يخطبني عند خالته اللي هي جارتنا، ودرنا نظره شرعيه، وقال لي بلي انه بغيت نتزوج، وانا ذاك كانت عنده 26 سنه وانا كانت عندي 17 سنه. غادي نديروا الخطوبه وغادي يجيبوا لي الدهاس. خرجنا انا وياه وداني لشي بلايص اللي ما عمرني ما حلمت بهم صراحه. تقال داكشي اللي عمرني ما لقيته لقيته معاه انا ذاك في ديك الوقت. غادي نديروا العرس واللي جاب لي فيه بقره. كنت كنشوف العراسات من قبل كيفاش تيدوزوا، كانت عندي عليهم فكره، لكن عرسي انا ما كانش بغى يكمل انا ذاك، وكان عامر عماماتي وعندي بنات عماتي اللي هما كبار مني وباقي مازال ما مزوجينش. العين في ديك الليله بحال طرقات في داك العرس، الناس كاملين في داك العرس في السطاح دا، وداك اللي تيقاد دارك سيده وما جاش، وكنتسناوه والناس داخله خارجه، وعائله ماما من العربيه جات تكبات علينا، وديك الدار كانت مدكسه لدرجه انهم ما لقاوش فين يبرزوني ولا فين تنكفني النكافه. البيت اللي كانوا عطاوني كانت معايا وفيه واحد صاحبتي اللي بقات غدا معايا وجايه، وانا كنبدل في دوك اللبسات. حتى غادي يجي واحد عمتي مزوجه ما كتسكنش معانا، واللي عندها سبعه ديال البنات اللي فيهم غير زوج اللي مزوجات، اما شي لاخر حتى شي حد ما مزوج، علما انهم كانوا كبار مني. كيشوفوني وانا باقا صغيره وعندي 17 سنه ومزوجه، وما قدروش انهم يستوعبوها. انا جالسه في داك البيت اللي عطاوني واللي هو في الاصل ديال ماما، كتبدل لي النكافه. صاحبتي هي اللي كانت حاضياني جالسه حدايا، لانه ماما كانت مبرسطه ومشغوله وحاضيه الطيابه والناس. جات عمتي بغات تدخل عندي، ما خلاتهاش صاحبتي ونوضت الصداع. هادي راه دار خويا وش الله دور اللي بكاوني ديك الليله، ومشى الماكياج. ما عرفتش شنو غادي ندير، تلفت مي مي مراه درويشه واخا هكاك ما كتعرفش انها تقاد شي حاجه. غادي نمشي عند بنت خالتي سولتها واش جبتي معاك شي ماكياج، اجي عتقيني شوفي وجهي كيفاش ولا. بقيت نبكي وحسيت بالظلم، كاع العراسات اللي كنت نشوف ما كانوش يدوزوا بهذه الطريقه اللي هي هيماجيه، علاش حتى العرسي انا. طلعت للسطاح وداروا لي بريزه وسط داك الزحام، وفوق مني الشمس كتحرق، ما قادرة نشوف حتى شي حد، كل شي جوه مغطيه الا الجهه نتاع وجهي. العرس ماشي داكشي اللي تخيلت ولا بغيت، وعائلة راجلي كلهم تدينين ومغطين وجههم، وهو غادي يبرز معايا غير شي زوج مرات على ودي تتصاور. داز العرس ومشيت مع راجلي لدارو، ديك الدار اللي غادي نسكن فيها عمرني اصلا مشيت ليها من قبل ولا شفتها. لكن قبل من بعد العرس مباشره رحت للدار لوستي اللي كاينه في واحد البلاصه خاويه،
حتى صباح الصباح وجيت لدارهم. ديك الدار اللي كانت في منطقة اللي هي قديمة فيها القواس وداك الشي عريق ما عجبتنيش وما مرتاحاش وما كنتش مرتاحة فيها، لكن تقبلتها، ما عنديش اختيار، فات الفوت. دخلت لديك الدار اللي هي في الأصل ديال عدوس تاع عدوسي ولقيتها عامرة بالناس، وقالوا لي ادخلي لبيتك. لقيتهم مقادينو ليا، لقيتهم مقادين ليا حتى الفطور وداروا البصيلة. ماما جابت اللحم اللي بقى البارح من العرس، سخنوه وجمعنا عليه سالات الجوقة، وهنا فين غادي تبدا الحياة الحقيقية ديالي مع راجلي. الأيام كدوز وأنا عجبني الحياة معه، هو حيتاش يخرجني، وحماتي كانت كتجي تشوفني كل سبت وحد حيتاش كانت مريضة كتعالج في بلاصة واحدة أخرى ومخلية لينا الدار. أنا منين كنت كنشوف كيفاش كان تعنق هي بناتها وكيفاش كتبوسهم ما كتجينيش الغيرة، ولكن كنحس بالنقص. تنقول مرمى ما عمرها عنقاتنا بحال ديك التعنيقة اللي كتعنق هي وليداتها. في صغري ما حسيتش بداك الحنان والحب. منين تنفيق تنخلي ماما في الكوزينة ونرجع نلقاها فيها كتكون معصبة، ما عندهاش الخطر لشي حاجة واحدة أخرى. كذلك ومثل الأب ديالي، يعني عشنا واحد الحرمان نفسي اللي كان كبير. من مرايا في ديك الدار خليت خواتاتي تقراو، دازت سنين والأب ديالي أخيرا قرر باش أنه يخرج من ديك الدار ومشى كرا في بلاصة واحدة أخرى، ولا كيحط الفلوس نتاع الكرا بمبلغ ديال 46,000 ريال. هاد المبلغ اللي كان تيمشي غير في الماكلة والشراب في دار عمي اللي عمرو ما عطاهمش حقهم. دازت سنين، ولدت ولدي الاول. من بعد بربع سنين عاود طلعت حاملة، وراجلي قاطعني حيتاش عند بالو بلي انا وخديت هذا القرار وبوحدي، ورغم انه ما كانش عند بالي. وانا حاملة بنتي الثانية كنت كنسمع وكنعيش شي حوايج في الدار ما كنفهمهمش. هو كان تيجي من الخدمة وكيسد عليه في البيت، وانا ولدي تنعسو وكنبقى مخشية معاه حتى كنوقف عليه في البيت ونسولو شو كدير ولد الناس، مع من كتجمع في داك التليفون غير خاشي فيه وجهك النار وما طال. حدو كيخسر عليا سيرة نعسي، تبقى حتى 4 ديال الصباح وهو تيهضر وتيضحك ومخبي التليفون بيديه. الكود باش نعرف شنو كاين ما عنديش. انا كنبدا كنطلب الله يا ربي تفتح الحقيقه ونعرف شنو واقع، ما نبقاش في دار غفلون. غادي توصل وقيته نتاع ولادتي وغادي يشدني الوجع. سيد ما تاهش فيا، مشيت عند ماما وجات بنت عمتي اللي كان مربي عمي، غادي يوقفوا معايا باش انا مشيت للكلينيك. سيمانه وانا جالسه عند ماما غدا جايه للسبيطار حتى غادي هو اخيرا يشدوني، وطلبوا مني النمره نتاع راجلي اللي عيطوا ليه وجا طلع عليا. حدو عطاهم لاكارت ديالو ومشى في حاله. الصباح ولات مع التسعود ما كان معايا حتى شي حد غير ماما وبنت عمتي. السيد ما غادي يجي تخيلوا معايا حتى 6 ديال العشيه باش انه غير يشوف بنته ويمشي في حاله. دازت ولادتي على خير وجات ماما جلست معايا واحد الاسبوع حتى شديت راسي، ودات معها ولدي الكبير حتى هي كترجعو من جديد حيتاش كانت عايشه ورا وراجلي بغى يخرجوه باش انه يشوف ديك الاجواء والشعاله. ففي ديك الوقيته فاش هو غادي يخرجوه راجلي كانت عنده واحد البلاصه في الماريو عامره بالتصاور والذكريات ديالنا وديال عائلته. كان حط واحد الوريقه تما اللي فيها جميع لي كونط ديالو مع الكود كلخ. دخلت الفيسبوك ديالو من تليفوني، وهنا غادي تطلع لي الجماعه ديالو مع واحد خيتي اللي كانت ما بيناتهم هضره خايبه والحب والغرام، ومصيفطين واحد التصويره اللي كان داير هو وياه في واحد القهوه مع بزاف ديال التصاور بزوج وهما مسافرين وانا كنت في دار غفلون. جا سولته شنو هاد الشيء فلان، ضربني هربت عند عمته اللي ساكنه فوق منا واللي حتى هي قصي معها قصه ما كتخلينيش ننشر، كتبدا كتصنط علينا وتغوت على الضو واخا كنا كنخلصوا نص بنص. المهم لقيتها في جنبي داك النهار، عاودت لها شنو كاين وقالت لي بقاي معايا هنا، وانا داك كان راجلها وولادها. بقيت متكية في الشرج ملي عندها في الصالون وبنتي باقا مازال غير صربية، كنت هزاها معايا باقا مازال غير الحيمة ما كملت حتى شهر. وكيبان لي داك الشرجم تنقول غادي نتلح منه دابا، انا بغيت نواجهه بغيت نهضر معاه، والتليفون خداه ليا بقى معاه لتحت. شو غادي ندير؟ درت راسي بلي انه خاصني شي حاجة لبنتي من داري لتحت، وقلتها ليها وخليت ليها ولدي ومشيت لداري. دخلت وبديت كنغوت لربي اللي خلقني، ما عارفش شنو وقع ليا. ما متيقاش بلي انا هاد السيد هو اللي كان تيعاملني زوين وقبلت به باش انه نفرح واحد شويه تصدق هو اللي فيه المشكل. بقيت كنبقشش وكنقلب على التليفون ديالي، جات مو في الاول كانت مسنداتني وتقول لي صبري على وليداتك. شويه بدات تقول لي انتي اللي درتي الشوها لراسك، غادي يضحكوا عليك الناس، ما صبرتيش وفين غادي تمشي بهاد زوج وليدات. الخيانه بقات مستمره وغير كنعيا منها، كنهز حويجاتي وكنمشي لدارنا لمده 5 سنين. غتستمر هاد الحاده، غدا جايه لدارنا بشويكيش وما حسش بالاستقرار، وتنحس بالضيم والحزن واللي انا مستقراش في داري. دازت اعوام والسيد باقي على علاقه مع ديك السيده
وديما كنحصلوا في ميساجات والهضره مع العلم انه قبل ما نولد بنتي وقبل ما نحصلوا كان قال لي بلي انا غادي يسافر وبلي انه ما عندوش الفلوس وصاحبه اللي مسلفه غادي يخلي لي 50 درهم باش نقضي بها لمده اسبوع، وانا في الاصل ما عنديش لا ريال ولا درهم. عشت في الفقر ديك المده، ولدي فاش كان يجيه الجوع ما كنلقى ما نعطيه، واخا هكاك وسط هادشي كله ما كانش تفرقني سوره البقره اللي كنت نسمعها ونقراها كل نهار ونطلب سيدي ربي باش انه يعاوني. حتى لواحد النهار جاني نيشان قال لي انا راني تفرقت مع فلانه وراني ما بقيتش معاها. مشيت عند ماما وكانت هي مخبيه ليا واحد 400 درهم اللي كانت شاطت ليا من الزروره نتاع بنتي، قلت لها عافاك عطيها ليا. انا علانيتي قلت ياك ما انا اللي نكون هملته ولا بغاني نبدل شويه من الحاله. مشيت درت لي ماشي لشاري ونقشت وجيت للدار. مشيت لداري وسولني شنو خصك واش بغيتي شي حاجه، طلبت منه عافاك فلان جيب لي غير شي سقاطه في هذا الليل. ها هو السيد خرج وتعطل، عيطت ليه ولكن ربي بغى يفضحه. غادي تفتح التليفون ديالو براسو وغادي نسمع تيقول ديك الخليله ديالو واش انت غادي تبقاي غير ضايعه في الزناقي وكيلون فيها. ويا كيف حسيت ديك الليله بالظلم والبكاء. عمت راجلي اللي عاونتني في الاول اللي كانت الفوق وانا كنت كان بديت نعيط عليها، حمتي اجي تسمعي راه المكالمه دايده. هي دات راسها بلي انا ما سمعتنيش وما جاوبتنيش باش انا تخرج راسها من المشاكل. شي مشكل مع دوره. هو جا من ديك الخرجه وقال لي في وجهي انا كنبغيها وكنموت عليها. خبط لي راسي مع السداري وشرجني مشاري. مشيت لدارنا الثاني. كل مره وشحال تنجلس، مره شهر مره شهرين مره 15 يوم. ملي كانت عند ولدي 4 سنين حتى وصل الاولى ابتدائي بقيت في دارنا، وكتجي كل مره حماتي كترجعني والهضره غير كدور مع بزاف ديال الحاجات. حماتي طيحت عليا الباطل لما ماما مشات عندها قالت ليها قال لي ولدي بلي انا ما كتعرفش طيب ولا تهضر وراه ديما مخنزره وديما خاشيه حداها بنتها ولادها اللي تيبقاو سهرانين. وهذا الشيء كله كان كذوب في كذوب ما كانش. انا الوحيده وسط منهم اللي وليداتي كينعسوا بكري منظمه لهم ماكلتهم ونعاسهم وكل شيء ديالهم. بعض المرات ما تيكون عندي والو في الثلاجه وغير ديك الخضيره اللي كنت نحكها ونطيبها ونقادها وناكلوها، ولكن هي افترت عليا وانا ما نسمحش ليها. بزاف ديال الناس خرجوا عليا هضور في عائلته اللي سبحان الله ولادهم كاملهم طلقوا، انا الوحيده اللي صبرت بيناتهم. شهور كدوز والسنوات كذلك ورجلي باقي مع نفس السيده اللي خديت الفيسبوك ديالها ودويت معاها. باختصار مفيد مشات عنده قالت لي بلي انه مرتك راه عيرتني وغادي يجي هو غادي يتبرى مني ويحاول انه يبغي يهرس عليا الماعن. سيد ما بقاش كيشوف فيا نهائيا. كنت نمشي لدارنا ونعاود نرجع. تقدروا تقولوا بلي انا هادي مدلوله وعلاش ما طلقتيش. كنت نمشي لدار عمي اللي كان يقول لي خرجي وانا ما تلقى فين نمشي. وكنت فكر انا ذاك كانت عندي شي 23 سنه فين غادي نمشي، واش اللح الحميل الدياب. انا خديت القرار باش انني نمشي نكري بوحدي ووليداتي شنو غادي نعيشهم، شنو غادي نوكلهم وكيفاش نقريهم. صبرت وحفظت على الكرامه ديالي ووقت ما جاو كانوا كيرجعوني بكل سهوله. داز اوقات اللي هي صعيبه ما كتنساش وصبرت حتى السيد بدا راسو كيرجع بشويه بشويه. ما نقدرش نضمن لكم انا ذاك واش كان باقي ولا ما باقيش، ولكن وليت كنعيش حياتي طبيعيه. علاش؟ لانه ما بقاش كنفكر ولا نحكر انا ذاك غادي نحمل للمره الثالثه وما كنتش على علم بهذا الامر. حتى هو ما بغاش وبغاني باش ندير الاشهاد، لكن رفضت وحاولت انني نقنعه. غير حاولت. فهاد الوقيته انا دفعت الباك حر وانا حامله. في نفس الوقت كنت غير تنقلب في البيسي ديالو حتى كنلقى بلي انا تيدوي مع بنت وحده اخرى وتيقول ليها بلي انا وانا غدا خدام نتلاقى انا وياك بالصباح مع شلة بنات وحده اخرين اللي كان كيتغزل بهم. 4 شهور ديال الحمل ديالي كلها ما دويتوش، ما كانش عارف شنو هو السبب. خليته دارو راسو تيدورو كيسولني مالك ربيعة، كتمت اللي شفت وخليته بلا جواب. تنبقى مع وليداتي مع الحفاظه ديالهم مع حياتهم وعشت معاهم، وتنخلي هو كيتخبط بين الزنقه ويدخل ويخشي وجهه في التليفون مع الفساد مع البنات. مع الوقت غادي تموت حماتي اللي هي امو، وبقيت ساكنه في دار الوراثه، الدار اللي ما كتحسيش فيها بحريه اولا بلي انها من الملك ديالك، ولكن ما عندي ما ندير، هذا هو قداري. غادي نولد، وهنا في ولادتي الثالثه حسيت بالعزيمه والاراده وقلت ربيعه نوضي ديري شي حاجه. هي فاش دفعت الباك حر وحفظت وكنت كندي وليداتي المدرسه ونحطهم ونصهر مع هذا، قريت واجتهدت وربي ما خيبنيش والحمد لله غادي ناخذ داك الباك. فضلت انني ما نطلقش وبقيت مزوجه به ليومنا هذا، وكنغمض مع عين
وكنشوف بعين باش انه هاد العلاقه نخليها مستمره على قبل وليداتي، باش انهم يكبروا ما بيناتنا وما يتشردوش ولا يحسوا بشي نقص في الحنان. مشيت كنشوف شنو خاصني باش انا ندخل للجامعه باش نقرا القانون باش نحقق حل المحاماه، لكن للاسف ما غاديش يخليني. قلت عرفتي شنو ربيعه، ما عندك ما ديري، على قبل وليداتي ما غاديش ندير معاه الضد وغادي نسمح ليه على الخيانات. واخا اليوم راه 12 العام ديال العشره وحنا متزوجين ولحد الان التليفون ديالو فيه الكود، لكن ما بقيتش باغا نحكر، ورغم انه ناقصني بزاف ديال الحوايج اللي محتاجاهم في حياتي لا انا وليداتو. وغادي نكتشف بلي انه تيخلص من الخوه واحد الطريطات، ولكن خليت راسي بعيده لانه داكشي ماشي شغلي، ورغم انه حنا اولى ومحتاجين دوك الفلوس. هذه هي قصتي اليوم. القصه ديالي بغيتها تكون عبره للبنات باش انهم يتعلموا انهم يقراو ويدافعوا على قريتهم وينساو الزواج ما حدهم صغار، واخا تعيشوا وسط ضغوطات صبروا حتى تقراو، لان الزواج ماشي ديما فرحه ومسرات. ماشي اذا خرجتي من داركم غادي تلقاي دار واحده اخرى مفرشه عليك بالورد والحب، لا، تقدر تكون كفس من داركم وفي الاخير كل وحده ورزقها. غير هو ما تكونوش نتوما سبب في تدمير مستقبلكم، باش ما يجيش واحد النهار تقولوا هاد الهضره اللي انا تنقول ما تدمروش مستقبلكم بسبب لحظات التعاسه اللي كتعيشوها في داركم. قراي باش انك تلقاي علاش ترجعي. انا لحد الان من بعد ما كونت عائله كنلقى راسي ما وصلتش لشنو بغيت او ما ديتش شنو بغيت. هذه كانت حكايتي. هذه كانت حكايه ربيعه يا ساده يا كرام. اللي بغيت نقول لك واللي بغيت ناكد لك عليه بلي انه انت ماشي مدلوله في نظري والله اعلم، لانه كيف بديت في بدايه الحلقه، ماشي اي وحده عندها الحق باش انها تطلق، ماشي اي وحده موفره لها الظروف باش انها تطلق. ما كنطلقوا حتى كنعرفوا علاش غادي نرجعوا وشنو عندنا، ما كنطلقوا حتى كنكونوا شادين شي خدمه صحيحه في يدينا، شي مشروع، شي حاجه باش نقدروا نرجعوا عليها. كنتمنى انك تكوني مصره على انك تكملي في الجامعه ديالك وديري المحاماه كيف ما بغيتي. احسن حاجه درتي هو انه بعض المرات في العلاقات كان خصنا فعلا نغمضوا عينينا على شي حوايج ونحلوا عينينا على شي حوايج. ما تحكريش عليه بزاف، ما تسوليش على شنو تيدير هو بزاف، واش باقي عنده علاقات، ما تقلبيش حتى التليفون ديالو. في الاخير الخير تيغلب وفي الاخير الحلال تيغلب. سعداتك انتي لانه مشيتي في علاقه ليا صافيه، صافيه مع ربي وصافيه مع نفسك وصافيه مع وليداتك، لكن هو اكيد ايجي واحد النهار غادي يتعاقب على شنو كيدير. فعلا انا بغيت ناكد بلي انه القرايه شي حاجه اللي هي جد مهمه، كتخلي الانسان انه يدير حل راسو في حل هاد المشاكل فيها خير. كنتمنى انه قصتك يستفد منها اي واحد سمعها، وما تنساوش باش انكم في الاخير تخليو تعليقات جميله صاحبه الحكايه اللي هي ربيعه. ودمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله، وسلام سلام.